You are not allowed to take my photo, يا موسى. I have right, huh, to tell you you are not allowed. ها ولا هذا جنرال. أنا كنت يمكن أقول لك بس بعد ما أدبوه في الأمم المتحدة الآن عرفنا أنه وهو عرف أن الله حق. اسمحوا لي بس هاي مداعبة يعني يمكن اللي يتابعها في الأمم المتحدة وما حدث عندما تصرف السفير السعودي وقاطعنا ولم يسمح للأخ الأستاذ موسى أن يأخذ صوره ويصوره وأمام المجتمع اتضح أنه جاهل بقواعد العمل في مجلس حقوق الإنسان وأفهمه. وأيضا جاءت للمقاطعة من الأمريكي ثم سمح لي بأن أرد خلال مع العلم يعني احنا قلنا لهم ترى والله اللي احنا قاعدين نقوله يعني ما ليس هناك من انتهاك. كل كلماتنا كانت في الأمم المتحدة نصل فيها في نهاية المطاف إلى السعودية لأن السعودية موجودة بكل الانتهاكات وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجرائم الإبادة. فقلت للأمم المتحدة في جلسة خاصة قولوا للسعودية هم يتحملوا مني ورايح راح يسمعوا كثير. والحمد لله أنا أعتقد الأمم المتحدة بالنسبة لحراكنا انتقلنا نقلة أعتقد يعني نوعية على الأقل. احنا ضمن آلية العمل في هذا المحفل استطعنا أن نوجع من أوجع أهلنا في البحرين وفي اليمن وفي سوريا وفي العراق وإن شاء الله سنواصل السير على هذا النهج. لو طلعنا للحظات بس هذه من ضمن ما حبيت أخبركم عنه والآليات اللي تمت في الدورة 32 لمجلس حقوق الإنسان. مبين أن السلطة في البحرين مصرة على التمادي. هذا الإصرار لابد من أن يجعلنا أن نغير من آليات. وأحنا نتدارس ونملك من الآليات الكثير طالما إحنا أحرار، طالما مسؤوليتنا أصبحت مضاعفة. قادة ورموز العمل اللي يقودوا الشعب البحراني منذ فجر اقتحام الدوار في 2011 وهم يواجهون مصائرهم في السجون وكلكم تعرفون ودون الخوض بالتفاصيل. وصلنا إلى من كان يقود الحراك السلمي ومصر عليه أيضا كذلك اليوم أصبحوا في السجون. وصلوا إلى العلماء. إذن كل من هو في البحرين أسير. قادة العمل الحقوقي الأستاذ عبد الهادي الخواجة، بناته زينب ومريم، الأخ نبيل رجب، هم كذلك الآن كانوا لفترة يعني يمكن يعتقدوا أنهم يمكن يتحركوا بحريتهم في البحرين وما يكونوا بالسجن، صاروا بالأخير بالسجن. وأيضا من تم إبعاده مثل بنتنا زينب الخواجة. طيب اللي اعتدنا إلى أنهم يطلعون وناس حقوقيين بشكل بحت منعوا هالمرة من التحاقهم في الدورة 32. هاي الأمور كلها تدارسناها طرحناها مع المفوض السامي مع رئيس مجلس حقوق الإنسان مع المفوضية ومن التقينا فيهم ولا شك يمكن سمعتوا بعض البيانات وستتوالى. طيب هذا احنا احرار لليوم ولله الحمد حضراتكم اللي موجودين. واحنا يمكن من نعم الله سبحانه وتعالى والابتلاء اللي احنا نعيشه ان احنا احرار واحنا ولله الحمد بصحة وبسلامة ونملك القدرة والإمكانيات. فهذا يلقي علينا العبء مضاعف لأن اللي بالسجون واللي اليوم بالأسر في البحرين يطالع الله ويطالعكم ويطالعنا. ولهذا مطلوب منا أن نطور من آلياتنا نعمل عمل مضاعف.
نأكد فيه من أننا إذا أنتم تصعدون في مواجهة الشعب البحريني احنا نملك من الإمكانيات، وأول الإمكانيات المطالبة بحق إعادة تقرير مصير الشعب البحريني. الشعب البحريني اليوم أخل بالعقد اللي بينه وبين الحاكم اللي تم في عام 71 عندما أخذت البحرين استقلالها. أمهاتكم وآبائكم رحمة الله على الماضين ويطول بعمر الموجودين هم من أصر على أن تكون البحرين دولة عربية مستقلة ذات سيادة، وأنتم سنة وشيعة البحارنة كنتوا أصريتوا على عروبة البحرين واستقلالها وسيادتها، وأنتم من ارتضيتم بأن تختاروا الخليفة حكام لكم، وأصبح هناك عقد. هذا العقد لم يكن ليتم لولا دعم العراق وسوريا لمطالبكم كبحارنا، وأمير الكويت الله يطول عمره هو من حمل شنطته وتحرك لدعم مطلبكم بين الدول هذه، وبالتالي بريطانيا وشاه إيران رضخوا بعد أن جاءت لجنة تقصي الحقائق من 5 من مجلس الأمن، وهذا كله موثق. فصيغة عقد هي اتفاقية بين الحكومة البريطانية وإيران، ولكن لا يجوز التنازل عن سيادة البحرين أو أي جزء منها. التنازل عن السيادة لما قرارك يصير بالرياض هذا تنازل عن السيادة، هذا أنت يعني أصبحت حاكم لا قيمة لك لدى البحارنة اللي تعاقدوا معك، وبالتالي أريد حاكما يملك قرار السيادة، حاكما كما أردت أنا كبحراني ولما نصبته عندما يتنازل، وبالتالي من حقي أنا أن أعيد النظر. فما بالك إذا يمكن من هم في الخارج ويستورد شعب جديد ويخطط لإبادتي ويحرمني من كل حقوقي ويزج بأهلي بالسجون. أصبح أمر المطالبة بإعادة تقرير المصير مطلبا جوهريا يجب أن يصدح فيه الكل اليوم. وينكم يلي كنتوا طرفا في أنكم دعمتوا مطالبنا، وإحنا كنا نستبشر خير بأن احنا نعيش على أرضنا كما نحن أساسا قبل أن تطالب إيران فينا، وشاه إيران يطالب فينا ويطالب بهذا الشعب اللي أصر على أن يكون كما هو. وبالتالي اليوم في إخلال، الإخلال يرتب تبعات على الطرف المخل. فمن كان شاهدا في ذاك اليوم، إيران، سوريا، العراق والسعودية اللي أحاطها علم في آخر المطاف شاه إيران باتصاله بالملك فيصل، البريطانيين هذا الأرشيف عندكم، روحوا الأرشيف البريطاني تناولوا اللي أقول لكم عنه تشوفونه موجود. إذن آلية التعاطي مع الحراك في البحرين والسلطة تتمادى في ابتكار آليات التوحش والقمع والتنكيل في أهلنا لابد من أن تتطور. أنا ما أحب أفصل كثير، اللي موجودين في أوروبا الآن عليهم حمل، أنتم قصرين الله خير. نعرف الله يجزاكم خير الدكتور سعيد الشهابي من يقود النضال منذ عقود، وحضراتكم يعني من أسر مقاومة أهلا كريمة، وأهليكم قابعين أما في السجون أو في الأسر، بالتالي عليكم عبء كبير وعلينا وإياكم. طالما إحنا قادرين أن نتنفس ونتحرك بحرية ولا بد من أن نطور آلياتنا، لأن هذا القمع وما يتم
في كثير من الأساليب اللي احنا نقدر نقوم فيها، وانا حطيتكم ترى مؤشر، هذه احدى الإشارات، الاعتصامات في الشوارع وامام الأمم المتحدة في نيويورك وفي جنيف وكذلك في البرلمان الأوروبي، استصراخ ضمائر الأحرار والشرفاء في العالم وهم كثر اليوم، وأصبحوا اليوم يستمعون لأن أصابهم ما أصابهم جراء الفكر الوهابي اللي وراء كل هالجماعات التكفيرية، كل هؤلاء القتلة. فالأوروبيين اليوم أيضا الأنظمة تتكلم لغة المصالح، معاييرها مزدوجة، ولكن الشعوب لنا مساحة كبيرة نستطيع أن نتحرك فيها في مخاطبتنا مع شعوب أوروبا وأمريكا. أما العالم الإسلامي والعربي فيعرف تماما وجوب نصرة شعوبنا اللي أصابها ما أصابها من جراء التدخل السعودي واستخدام هذا الفكر التكفيري في سبيل تنفيذ ما عجزت عن آلة الحرب الصهيونية واللي وجدت إسرائيل بالأساس لتنفيذها. الآن المسطرة والقلم أعطيوا، زمان كانت بإيد سايسبيكو، الآن بإيد من يسمو داعش، وهذا كله في سبيل إعادة رسم خريطة جديدة للمنطقة وتفتيتنا إلى كنتونات إثنية وطائفية ومذهبية وخلافة. إلى الآن ولله الحمد المحور الشريف الطاهر المقاوم اللي له مرجعيته ولا قادته ولا سادته، وأيضا رجال الله على الأرض في كل المحافل والميادين، وأنتم منهم، بالتالي أجهض هذا المخطط وعراه. ولكن فلنتدارس الآليات للتطوير من عملنا السياسي والحقوقي بما يتزامن والتصعيد، لأنهم اعتادوا على نمط معين، يجب أن نخلق لهم المفاجآت اللي لم تكن تدور في خلدهم ولم يكونوا يحسبون لها حساب. حتى لا أطيل عليكم، أعتقد إلى هذا الحد نكتفي بهذا القدر، وشكرا لحسن الاستماع، ونختم بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد.